السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده ان شاء الله هنعمل مراجعه سريعه كده من النماذج بتاعه الاضواء للصف الخامس الابتدائي لمنهج كونكت. طيب هنحل مع بعض النهارده ان شاء الله كام اكزام؟ هنحل مع بعض 3 اكزامز، يعني 3 امتحانات. طيب نمبر 1، اول اكزام معايا في اول سؤال بيقول لي listen and complete. طيب ايه الكلمات الموجوده عندي؟ interesting، story، reading. هنا عندي dialogue between سهى and ملك. طيب سهى بتقول what are you؟ ملك، ملك هترد عليها وتقول لها I'm reading Jack and the Beanstalk. It's really، هو باين من اسمها كده ان هي story. نبدأ مع بعض نحل في الخطوة التانية. what are you؟ ها هنا عندي ملك وهنا عندي verb to be are، لازم يجي بعديها verb ing، هيبقى what are you reading؟ ملك، هنا هكتب reading واشطبها من فوق. طيب ملك هترد عليها I'm reading Jack and the Beanstalk. It's really، ها ينفع interesting ولا story؟ انا هنا بوصف الستوري، هقول عليها interesting يعني ممتعة، اوكي، واشطبها كده من فوق. سهى واو it's my favorite story، دي القصة المفضلة بتاعتي. number 2 read and match. Number 1 the Red Sea lies on، lies on يعني بيقع فيه. Number 2 they were very poor. Number 3 what's your favorite food. اخد اول واحدة كده وزي ما انا عودتكم هجرب معاها التلاتة. Number 1 the Red Sea lies on، بيكون مكانه فين؟ ينفع اقول but they were happy؟ لا ما تنفعش. It's chocolate؟ no. Egypt's east coast؟ yes. هكتب دي على دي كده number 1. طيب number 2 they were very poor، هما فقراء جدا، ينفع معاها but they were happy؟ yes ينفع، هما فقراء جدا بس هما سعداء جدا. طيب number 3 what's your favorite food؟ ايه هو طعامك المفضل؟ هقول eats chocolate، يبقى هنا number 3. طيب هاجي عند السؤال number 3، السؤال الثالث سهل جدا، مجرد بس ان هو مديني words، مديني كلمات وعايزني بس احطها في مكانها الصحيح. My grandpa، يعني اول خطوة هعملها ان انا هقرأ الاول الباسج القطعة عندي، بعد كده في الخطوة التانية ابدأ ان انا اختار الكلمة الصحيحة. عندي number 1 فوق في الكلمات legumes، legumes البقوليات، ingredient مقدار، digestive معناه هضمي. My grandpa grows chickpeas are an important in many recipes. فاكرين الدرس اللي قريناه؟ اول ما يقول لي important يبقى على طول important ingredient، اوكي، important ingredient يعني مقدار مهم جدا، in many recipes يعني في وصفات كتير جدا. chickpeas belong to a group of food called، ها بيندرج تحت group of food اسمه ايه؟ legumes يعني البقوليات، يبقى دي number 2. chickpeas are healthy food. they can keep your، طالما system على طول يبقى لازم يبقى digestive system الجهاز الهضمي. طيب هيخلي الجهاز الهضمي ايه؟ working properly، ان هو يعمل بشكل صحيح. we use chickpeas in delicious meals، احنا بنستخدم chickpeas الحمص in delicious meals يعني في وجبات لذيذة جدا. number 4 اوكي read and fill in the gaps with words from the list. طيب انا هنا مجرد بقرا الباسج دي وهقول ان هي true or false، ونمبر 2 الجزء الثاني من السؤال مجرد بس ان انا بجاوب على الاسئله. هدايه ملك is a very important Egyptian athlete، يعني لاعبه رياضيه مصريه مهمه جدا. she started practicing taekwondo at the age of 7، هي بدات ان هي تمارس التايكوندو لما كان عمرها 7. she is one of the two people who carried the Egyptian flag at the Tokyo Olympic Games in 2021. she won many awards، يعني هي كسبت جوائز كتير جدا. she really wants to win a gold medal، وهي بتتمنى ان هي تكسب الجولد ميدال، الميدالية الذهبية. طيب number 2 هدايا مالك is a French athlete. no، هنا قال لي Egyptian، يبقى انا هنا حاجة عند false واكتب right. number 2 هدايا carried the Egyptian flag at the Tokyo Olympic Games in 2021. yes، هنا هكتب true. طيب هاجي عند الجزء الثاني اللي بيكون فيه أسئلة، الأسئلة دي برضو بجيب الإجابات بتاعتها من الباسج نفسها. number 3 when did هدايا start practicing taekwondo. طيب
هنا عندي وين بتسأل عن الوقت، امتى هي بدأت تمارس التيكوندو او التايكوندو. اطلع فوق كده عندي في الباسج هلاقي نفس الجملة. اوكي هاخدها من اول فين، هاخدها من اولها كده. She started practicing taekwondo at the age of 7. وهكتب على السؤال ده number 3. طيب هاجي تحت تاني عند number 4، بيقول لي what does Hidaya really want، هي كان نفسها في ايه او هي عايزة ايه. بصوا في اخر لاين، she really wants to win a gold medal، هي كانت عايزة تفوز بالميدالية الذهبية. Number 5، وده سؤال البنكتويت او البنكتويشن. بنكتويت the following sentences، حاجة هنا بقى شوف ايه اللي بيتعمل capital وايه اللي بيتكتب او بيفضل زي ما هو small. هنا بيقولي let's go to the club، طالما عندي بداية السنتنس بداية الجملة لازم اعمل ال L capital. اوكي يبقى هنا عندي ال L. طب دي جملة عادية او سنتنس عادية، في الاخر بيكون عندي full stop. Number 2، how were the sculptures made؟ sculptures اللي هو التمثال. اوكي طب هنا عندي سؤال لازم يكون ال H capital عشان دي بداية السؤال عندي. طالما قلت سؤال يبقى لازم في الاخر يكون عندي question mark، علامة استفهام. طيب هنيجي هنا عندي الاجزام number 2، listen and complete. هنا عندي good squash watching. هنا عندي ديالوج بتوين ليلى and علا، what are you، علا هترد عليها an old، بعد كده عندي space match between رنيم الولالي and نور الشربيني. ليلى هترد عليها رنيم is very at playing squash. طيب what are you، تسألها what are you watching. اوكي ركزوا قوي لما بيكون عندكم verb to be لازم الverb اللي بعديه يكون verb plus ing. خلاص اخدنا watching number 1. طيب number 2، an old، ها هنا عندي match، تفتكروا match ده هيكون عن ايه؟ yes squash. يبقى هنا عندي number 2 squash، هكتبها هنا. the last one، رنيم is very good at playing squash. طيب هاجي في number 2 بيقول لي read and match. I walked to the park. ممكن اخد واحدة واحدة بقى وارجع على طول كده اشوف انهي واحدة هتنفعها من الجزء التاني، زي ما انا عودتكم كده بتاخدوا كل واحدة وتجربوها مع اللاين التاني او اللي موجود في الجروب التاني. اوكي طيب I walked to the park، ينفع اقول so I don't get sunburned ولا but I'm bad at playing handball and I played football. هنا بيقول I walked to the park، انا مشيت لغاية البارك، الاحسن واحدة تنفع معاها and I played football، وكمان لعبت football. Number 2، I'm very good at football، يعني انا شاطر جدا او جيد في الفوتبول. طيب so I don't get sunburned ولا but I'm bad at playing handball. yes هتبقى number 2، يعني انا شاطر جدا في الفوتبول ولكن I'm bad يعني مش شاطر او سيء at playing handball. number 3، the sleeves are long so I don't get sunburned. sleeves اللي هي الكمام بتاعة التيشيرت. اوكي are long يعني طويلة جدا، so لذلك I don't get sunburned يعني ما حصلوش حروق من الشمس. number 3، read and choose the correct answer. Number 1، I would like rice please. هختار معاها any ولا an ولا some. yes هنا هختار some لان any بتيجي مع النيجاتيف، الجملة اللي بتكون نيجاتيف يعني فيها not او question اللي بيكون فيها سؤال. اوكي وان طبعا بتيجي مع السنجولر، بتيجي مع المفرد، ولكن هنا عندي رايس هيجي معاها some لان some بتيجي مع الكاونتبل اللي بعرف اعده والuncountable noun. Number 2، نوها has blue on her two hands. بتكلم على الهاند، عندها حاجة في ايديها اللي بيتلبس في الايد، البلت الحزام ولا الجلوفز الجوانتي ولا الهاد القبعة. yes هتبقى الجلوفز. Number 3، chocolate isn't a healthy food. الشوكليت دي مش صحية خالص، but it's okay if you eat، بس يعني مش هيحصل حاجة او okay هيبقى كويس if you eat لو انت كلتها a lot ولا much ولا a little.
اكسلنت، قالت لان اصلا عندي الوت وماتش الاثنين ده سيم مينينج، الاثنين نفس المعنى، بس هنا عندي اليتر يعني بكميه قليله. نمبر 4 ريد اند ري ارينج تو ميك كوركت سنتنسز. في نمبر 1 هقرا الفوكاب الاول او الوردز الاول، بعد كده ان انا ابدا ارتبها. عندي تشيلدرنز ايميشنز اللي هي الانبعاثات او الدخان اللي بيطلع من المصانع، لونجز الرئه، ار فور، وعندي دينجرس. هنا هو عاطيني ان emissions دي number one. طيب emissions are dangerous for لمين بقى؟ for children's lungs، لان هو هنا عطيني apostrophe s لازم هيجي بعديها noun. number two are what greenhouses used for. هنا عندي ده questions، اوكي هتبقى what are greenhouses used for. اوكي طيب هاجي في نمبر 3، عندي a very is Egypt و beautiful و country. نمبر 1 Egypt is a very beautiful country. اوكي طيب نمبر 5 look and write a paragraph of 30 or 40 words. هو هنا يا ميس مروة قايل لي ان الباراجراف كاتبهولي بال 30 او ال 40 words، وانا هقعد اعد الباراجراف بقى كام كلمة، يعني تقريبا 30 او 40 words ممكن يكونوا مثلا من 5 ل 6 sentences، يعني حوالي كده 5 او 6 جمل. طيب ال words اللي عندي، عندي energy producers sun consumers. اول حاجة عايزة اتكلم عليها حتى لو مش الباراجراف ده، عامة اي باراجراف لازم تكتبوا فيه عايز اقول لكم النظام بتاعه بيمشي ازاي. اولا لازم اسيب الجوز اللي في اول لاين ده وابدا من هنا، اوكي خلصت هنا بيكون عندي فول ستوب واكمل من بعديها، اما ارجع تاني في اللاين اللي بعديه برجع من الاول عادي خلصت بيكون عندي فول ستوب وهكذا. اوكي بدايه كل سنتنس، بدايه كل جمله لازم يكون عندي مثلا كابيتال ليترز، بعد ما بقى الاقي الفول ستوب او بقف عند الفول ستوب لازم بعديها مثلا ابدا بكابيتال ليترز. اوكي طيب انا هعد السنتنس ازاي مس مروة؟ انا بعد الفول ستوب، يعني دي كده 1 سنتنس 2 sentence، هنا مثلا 3 sentence، امشي كده كتبت sentence تانية عندي full stop، انا قلت كام 1 2 3، يبقى هنا مثلا 4، انا كده كتبت 4 sentences، همشي شوية full stop هبقى هنا كتبت 5 وهكذا. اوكي طيب انا ميس مروة مش بعرف اكتب paragraph او باجي مثلا لمرحلة الباراجراف دي مثلا وبعمل stop او بهنك. الباراجراف ما هو الا عباره عن سنتنس، عباره عن جمله. طب الجمله بتتكون من ايه؟ لازم يكون عندي سبجكت فاعل، بعديها لازم يكون عندي فيرب، بعديها لازم يكون عندي ناون. مين هم عائله السبجكت؟ الاي واليو والوي والذي والهي والشي والات. اوكي معظم الباراجراف اللي احنا بنكتبها بنكتبها في زمن البريزنت، البريزنت سامبل المضارع البسيط، الا لو في حاله ان انت بتحكي عن حاجه حصلت وانتهت يبقى انت هتتكلم في زمن الباست سامبل. اوكي لازم تراجع البريزنت سامبل وتراجع الباست سامبل وتشوف السبجكت بيكون شكلها ايه في البريزنت سامبل والسبجكت دي ايه بيكون شكلها في الباست سامبل. انت مجرد ما تعرف ازاي تكون جمله صحيحه او سنتنس عمرك ما هتيجي عند جزء الباراجراف ده وتعمل عليه ستوب كده او يقلقك في اي حاجه. اوكي ويبقى كده يا حبايبي احنا انتهينا من مراجعه جونيور 5 سنه 5 لمنهج كونكت من نماذج الاضواء. ما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولو عندكم اي استفسار اكتبولي في الكومنتس وانا هرد عليكم. وشكرا حبايبي، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد.